السلام عليكم. منورين جميعا. بخير سيد. الحمد لله. الشيخ فيصل موجود؟ الحمد لله. طيب. باقي الإخوة لم يدخلوا حتى الآن، لكن نحاول إن شاء الله. الساعة الآن 8:30 عندكم، العشاء تؤذن في أي ساعة؟ سابعة يا شيخ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، توقفنا في المرات السابقة عند شرح باب البسملة، انتهينا يعني من باب البسملة، والحمد لله الناظم الشيخ فيصل يبدأ ويشرح بالنظام كده الذي نعرفه: الاستعاذة أولا، ثم البسملة، ثم سورة أم القرآن. لكن ما فائدة وجود سورة أم القرآن هنا مع أن سورة البقرة موجودة أين؟ في الفرش، ليست موجودة في الأبواب الأصول. لماذا الفاتحة هنا؟ هذا هو السؤال. عندنا الأبواب منقسمة إلى قسمين، قسم في الأصول يعني القواعد، وقسم آخر كلمات موجودة في القرآن الكريم مخصوصة في أماكنها في سورتها، ليس قاعدة يعني. الذي ليس قاعدة هذا نسميه فرش يا شيخ فيصل. فلماذا سورة الفاتحة هنا في الأصول والقواعد؟ أيوه، ولماذا ليست موجودة في الفرش مع سورة البقرة؟ هذا هو السؤال يا شيخ فيصل. نعم، وهذا هو الكلام يعني. نعم، الترجمة شيخ. ماشي. طيب، kemarin kita sudah merampungkan bab basmalah. Kemudian kita insya Allah pada hari ini akan masuk ke bab surah Ummul Quran atau Al-Fatihah. Tetapi saya bertanya, mengapa surat Al-Fatihah ini dimasukkan ke dalam farsh, bab farsh huruf? Afan, di dalam ke dalam bab usul. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Syatibiyah ini ada bab usul, ada bab farsh. Baik, mengapa Al-Fatihah ini dimasukkan ke dalam bab usul, sedangkan surat Al-Baqarah tidak dimasukkan ke dalam bab usul, akan tapi pada bab farsh? Fadlul Syekh. Jamil. Limadha ba? Al-jawab, li'anna Al-Fatiha fiha qawa'id kathira mawjuda fi kulli Al-Qur'an. Tahtawi ala qawa'id أصولية، تحتوي على قواعد إيه؟ أصولية. فلما صار فيها قواعد أصولية وضعوها الأئمة في البداية مع الاستعاذة والبسملة، هكذا. نعم. Jawabannya adalah karena dalam Al-Fatihah terdapat banyak kaidah-kaidah usuliyah yang mana ya dalam bab Al-Fatihah ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sebenarnya masuk ke dalam bab usul. Betul. Baik. Qala an-Nadhim rahimahullah wa malik yawm ad-din rawih nasir wa kalam jadid. Wa 'inda sarat hadha kalam jadid. Al-kalam al-awwal wa malik yawm ad-din. خصص كلمة مالك بكلمة يوم الدين، يعني مالك يوم الدين. الآية التي نعرفها يتكلم عن كلمة مالك، وأن هناك من القراء من يقرأ مالك يوم الدين المشهورة، والباقون يقرؤون مالك يوم الدين. طبعا هو لم يذكر القراءة الأخرى، لماذا؟ لأنها مشهورة يعني معروفة لكل الناس. معروف ان بعض المصاحف او بعض القراء يقرؤون مالك يوم الدين،
والبعض الآخر يقرأ مالك يوم الدين وليس مالك يوم الدين. طيب من الذي يقرأ مالك يوم الدين هكذا؟ راويه، من راويه؟ الراء، الراء الكسائي، صح. النون، النون رمز من يا شيخ سلمان؟ حفص. عاصم. عاصم 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 يعني حفص وشعبة. نعم. طب لو قلت حفص يعني ليس شعبة، مختلف. طيب إذن يقرآن عاصم والكسائي يقرآن هكذا، مالك يوم الدين، مالك هكذا، والباقون مالك يوم الدين، الملك، الملك نعرفه معناه في اللغة الإنجليزية مثلا king، لكن المالك هو الذي يمتلك، فقالوا لأن الملك يمتلك كل شيء، فالله عز وجل مالك كل شيء وملك على كل شيء، فلذلك جاءت القراءتان تكمل بعضها بعضا، يعني كل قراءة تفسر الأخرى وتقويها. نعم. طيب بيت pertama dimulai pada ayat wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Baik. Di sini kita membaca maliki yaumiddin. Mengapa tidak ada atau tidak ada penjelasan yang membaca dengan maliki yaumiddin? Karena kata Syekh yang membaca maliki yaumiddin adalah masyhur dan sangat banyak. Tetapi di sini disebutkan yang sedikit wa maliki, hanya ada dua qurra atau dua qari. Itu yang pertama ra yang di ramz dengan ra yaitu adalah al-Kisai, kemudian na nun itu adalah Asim. Nah, sedangkan Malik adalah artinya yang memiliki semuanya. Sedangkan tapi Malik adalah raja. Dan dari dua qiraat ini memiliki tafsir yang saling melengkapi. Artinya Malik, mengapa dari kata Malik? Karena seorang Malik atau seorang raja itu memiliki semuanya. Wa 'inda siratin na'khudh kalimah jadidah. Idzan hadhihi kalimah Malik di khassah fi mawdi'iha fi surah Al-Baqarah. Khalas. Laysa fi surah ukhra. Al-an naqra' fi surah surah jadidah aw fi 'afwan fi ayah ukhra. الآية الأخرى تتكلم عن إيه؟ عن كلمة صراط. هل كلمة صراط فقط في سورة البقرة أم في كل القرآن؟ قال لي لا، ده في كل القرآن، البداية في سورة البقرة. يبقى انتبه، كل كلمة نتكلم عنها هل فقط في سورتها أو في موضعها أم في باقي المواضع وباقي الصور؟ لابد أن تسأل هذا السؤال. فقال إيه؟ وعند صراط والصراط لقنبلاء بحيث أتى، بس خلاص انتهى الكلام. بحيث أتى يعني في كل القرآن حيث تقابلت مع الكلمة. وعند الصراط التي ليس فيها ألف ولام والصراط التي فيها ألف ولام، يعني في كل أحوالها وأشكالها، صراطك يجوز، الصراط المستقيم يجوز، صراطا مستقيما يجوز، خلاص كل صراط في القرآن كيف يقرأها قنبل، هكذا ذكر اسمه بدون رموز. قال لي وعند صراط والصراط لقنبل كيف يقرأها يعني؟ قال لي كما نطقت بها الآن. كيف نطق بها؟ قال عند صي لا، وعند سي يا شيخ فيصل، وعند صراط والصراط يعني بالسين كده، والباقون كما هي في رسم المصحف بالسين بالصاد، عفوا الباقون بالصاد، وعند صراط والصراط والصراط قنبلة. طب قنبل كيف يقرأه؟ عند صراط والصراط لقنبلة، هكذا.
Selanjutnya pada ayat Siratal Mustaqim pada surat Al-Fatihah, maka An-Nadzim menjelaskan wa inda siratin wasirati liqunbula. Dan pada kalimat sirat dan as-sirat untuk kunbul. Maksudnya ada, kemudian ada pertanyaan apakah sirat di sini hanya untuk Al-Fatihah atau untuk semua ayat yang terdapat kata sirat atau as-sirat. Maka jawabannya adalah di semua ayat yang terdapat kata sirat ataupun as-sirat dengan alif lam ataupun tanpa alif lam, maka kunbul membaca dengan sin bi haitsu ata, ya, di sini bi haitsu ata, dimanapun ia berada. Maka selain pada kunbul membaca dengan sot, sirati atau as-sirat. اهدنا الصراط المستقيم هذه هاتها صراط، شوف سي صراط الذين، هذا أسهل صح؟ مدى هذه رواية قنبل عن الإمام ابن كثير. طيب هل انتهت القراءات في كلمة صراط؟ قال لا، يوجد قراءة أخرى زيادة، والصاد زايا أشمها لدى خلف. الله أكبر، ماذا يفعل خلف عن الإمام حمزة؟ هذا الراوي هذه الرواية ماذا يقرأ أو كيف يقرأ؟ قال يقرأ بالإشمام. افتحوا كيف شيخ الصوت يعني مخفض؟ طيب ننتظر الأذان عندنا، تمام؟ هذا أذان العصر، تمام شيخ فيصل؟ طيب kita nunggu azan asar di waktu Mesir.
Ya, bismillah. أين توفينا شيخ فيصل؟ نتكلم عن قراءة الإمام مين؟ حمزة في كلمة برضو صراط والصراط حيث أتت معرفة أو منكر. تمام. كيف يقرأها خلف عن حمزة؟ قال لي الإشمال. ما معنى الإشمال؟ إذا سألنا الشباب والإخوة عن الإشمال في متن التجويد أو في كتب التجويد، الإشمام هو خلط صوت بصوت، صح كده؟ خلط صوت بإيه؟ بصوت، أو خلط حركة بحركة. في كتب التجويد كنا نقرأ بالإشمام يعني جزء من حركة في كلمة مثلا نستعين، فنقرأ كإيه؟ نستعين نستعين، يعني جزء من حركة الضمة. لكن اليوم هو خلط صوت بصوت، خلط صوت الصاد صوت السين، فيتحول الصوت مع زاي فيكون مسموعا مثل ظاء، يكون مسموعا مثل ظاء، كأنه ظاء، لكن بدون إخراج اللسان يا شيخ فيصل، يعني لا نخرج اللسان، لا نخرج اللسان في أثناء الإيه القراءة، فنقول هكذا. اهدنا الصراط المستقيم. وقالوا نحن لا نقرأ بالصاد مثل الجمهور، ولا نقرأ بالسين مثل قنبل، نحن نقرأ بحرف بينهما وهو حرف الزاي، ويكون مفخما هكذا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذه قراءة من؟ قراءة خلف عن حمزة. نعم. طيب آيات selanjutnya yang terdapat اختلاف di dalamnya itu afwan. Kita masih di ayat sirati dan as-sirati. Setelah kita menjelaskan kumbul membaca dengan sin, kemudian selainnya membaca dengan sod, maka terdapat bacaan lain yang dibaca oleh Imam Khalaf, yaitu ismam antara sod dengan zai. Adapun ismam di sini berbeda dengan ismam yang terdapat dalam bab tajwid. Ya, yang kita ketahui dalam bab tajwid, ismam itu memonyongkan bibir ya, untuk menjelaskan atau memperlihat bahwa di sana ada harakat dhammah. Akan tapi pada qiraat ini atau dalam ilmu qiraat, ismam di sini adalah mencampurkan antara satu harakat dengan harakat yang lain atau satu suara dengan suara yang lain. Pada hal ini itu mencampurkan antara huruf shad dengan zai. Dan dibaca tetap dengan tebal ya. Karena sifat shad tebal maka tetap mengikuti sifat shad, dan pembacaannya yaitu dibaca dengan antara huruf sod dengan zai. Fadal. Ayo. Baik. Izan عندي كم قراءة يا شيخ فيصل؟ عندي قراءتين بل ثلاثة. قراءة قنبل اهدنا الصراط بالسين. قراءة خلف اهدنا الصراط بالإشمام. لكن إشمام حركة؟ لا، إشمام حرف. إشمام حرف وليس إشمام حركة. نعم. نعم. الباقون الجمهور يعني هم الباقون يقرؤون بالصاد اهدنا الصراط. طيب. يوجد عندي خلاد، أخو مين؟ أخو خلف. واشمم لخلاد الأولى. وقال إيه؟ والصاد زايا أشمها لدى خلف. خلاص، خلف عرفنا أنه يقرأ بالإيه؟ بالإشمام. طيب، خلاد. قال خلاد يشم الأول فقط. يعني كيف يقرأ؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
كان يقرأها عادي جدا. الثانية ليس فيها شيء. الأولى فيها إشمال. هذه قراءة من؟ قراءة خلاد. واشمم لخلاد الأولى. الأولى يعني الموضع الأولاني بالإشمام لخلاد. طب خلف في كل القرآن بالإشمام. طب خلاد في سورة أخرى خلاص يقرأ مثل الباقي. هو فقط ليس له إلا موضع واحد الأول. نعم هكذا. طيب. Kemudian ternyata tidak hanya khalaf yang membaca dengan ismam antara shad dan zai. Ternyata saudaranya sendiri yaitu adalah itu di sini adalah saudara dalam bacaan yaitu Imam Khalad, beliau membaca juga dengan ismam shad antara shad dan zai. Akan tapi apa? Wasmim li Khaladil awwala. Ya, kita ketahui bahwa dalam surat Al-Fatihah ada dua sirat ya. Yang pertama nakirah, yang kedua yang pertama ma'rifah atau ada alif lam, yang kedua tanpa alif lam. Ihdinas si. Nah, yang pertama inilah yang diismamkan oleh Imam Khalad. Ihdinas zi. Nah, ini yang diismamkan oleh Imam Khalad. Adapun yang surat yang kedua yaitu yang tanpa alif lam, maka Imam Khalad membaca dengan bacaan jumhur atau yang sisanya yaitu dengan shad, shirat seperti biasa. Adapun pada kalimat sirat pada selain surat Al-Fatihah maka Khalad mengikuti bacaan yang jumhur yang membaca dengan huruf shad. Betul. Nah. بعد ذلك ندخل إلى كلمة جديدة وهي كلمة عليهم. وكذلك معها كلمة لديهم وإليهم. ثلاث كلمات بخصوصها لكن في كل القرآن. طب هل يجوز عليهما؟ لا. هل يجوز عليهن؟ لا. طب عليه؟ لا. نحن نريد فقط عليهم بالجمع المذكر. إليهم هكذا. لديهم. طب لديهما؟ لا يجوز أيضا. نحن نريد فقط عليهم وإليهم ولديهم. عليهم إليهم خمسة ولديهم ماذا نفعل لخمسة جميعا؟ يعني هذه الثلاثة جميعا في كل القرآن جميع المواضع بضم الهاء يعني عليهم إليهم لديهم وقفا وموصلا يعني في حالة الوقف إذا وقفنا على الكلمة صراط الذين أنعمت عليهم طبعا خلف يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم أو وصلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا فيقرأ عليهم بضم الهاء وقفا وموصل يعني في الوقف وفي الوصل وفي البدء وفي كل الحالات بدون موانع أو شروط عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء الهاء يضمها وقفا وموصلا والباقون كما هي عليهم وإليهم ولديهم نعم طيب poin berikutnya yaitu pada kalimat alaihim, ilaihim, dan ladaihim. Dan tiga kata ini tidak hanya diperuntukkan pada surat Al-Fatihah saja, akan tapi setiap ada kata ini di seluruh ayat Quran, maka menjadi pembahasan kita kali ini. Maka apa? Alaihim, ilaihim, dan ladaihim, maka Hamzah membaca dengan jami'an di dhammilha. Semuanya ini dibaca dengan alaihum, artinya dengan membaca dengan dhammah memdhammahkan huruf ha di sini alaihum menjadi ha alaihum ilaihum dan ladaihum kemudian waqfan wa mausila maka tidak ada ya tidak ada halangan pada hamzah untuk membaca alaihum ilaihum dan ladaihum
baik itu pada waqaf ataupun wasal. Bagaimana kita kan Syekh tadi? Betul. إذن اليوم تعلمنا كم كلمة؟ ثلاث كلمات. كلمة مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. كلمة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط، دي كده الإشمام، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. واهدنا الصراط المستقيم، ده كده الايه، الصاد. وكذلك كلمة عليهم وإليهم ولديهم، هذه المواضع الثلاثة أو الموضوعات الثلاثة التي تكلمنا فيها وتعلمنا إياها اليوم. ونحمد الله عز وجل على ما فهمناه وعرفناه، وإن شاء الله تطبقون هذا الكلام لكل راوي أو إمام بروايته فيما بعد إن شاء الله تعالى عند قراءتنا لسورة الفاتحة وسورة البقرة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومتاح لكم الأسئلة إن شاء الله تعالى. خلاص شيخ فيصل، ايوه شيخ، خلاص، لا ايوه ان شاء الله مفهوم شيخ، فهمنا ان شاء الله. شيخ هري تمام تمام، شيخ عارف عربي؟ نعم شيخ، الحمد لله. أبا نافع؟ نعم يا مولانا. شيخ عبد الفتاح؟ حسن الفكري؟ نعم. إبراهيم؟ الحمد لله. رفيقي؟ شيخ سلمان؟ أستاذة زلفة نبيلة؟ فهمت إن شاء الله، موفقون جميعا إن شاء الله. أستودعكم الله، ولقاءنا المرة القادمة إن شاء الله مراجعة سريعة قبل القراءة، قبل الشرح الجديد، مرة أخرى إن شاء الله نشرح مرة أخرى سريعا مراجعة، ونبدأ في قاعدة ميم الجمع، قاعدة ميم الجمع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا مولانا، بارك الله فيكم شيخ.